الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طب إلى كتاب السير مع المهذب وكتاب السير. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويستأجر الكافر من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماؤنا يعني يقول في نصرة الدين. الفي هنا خمس النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا سهم النبي يكون في نصرة الدين بجهادين جليلين لا يمكن للدين أن ينتصر إلا بهما: جهاد اللسان وجهاد السنان. جهاد اللسان وجهاد اللسان. احنا قلنا بأن الرقيق مولى الحرة يمكن أن تظهر له بمهنة البيت، ولذلك كانت تظهر له فضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن قال لفاطمة: إنما هو أبوك ومولاك. كانت إذا غطت شعرها ظهرت رجلها، إذا غطت رجلها ظهر شعرها. قال: إنما هو أبوك ومولاك. لما؟ لأن الحرة لا تتنزل في النظر إليه، يعني لا يملأ عينا حتى تشتهي، وهو أيضا لا يتجرأ أن يرفع عينه مشتهيا فيها. كان هذا الدأب، لذلك كان الأمر ترخيصا، وهذا موافق لروح الشريعة وأصول الشريعة، لأنه يعني يذهب ويجي ويدخل ويخرج ويشتري ويحمل، ولأنه مولاهم فيحمل لهم ما يحملون ويشتري لهم ما يريدون ويبيع لهم ما يريدون ويعمل في البيت. فهو إذا لو بقيت المرأة بحجابها أو بنقابها والمولى موجود لاشتد عليها الأمر. وهذا الذي حدث، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، كان يدخل علينا فضلة وأرى ذلك في عين أبي حزيفة، وأنا ما أستطيع أنها تقول طيلة الوقت تكون بالحجاب. قال لها: أرضعيه خمس رضعات، يعني يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك. إذا قلنا يستأجر الكافر. السلام عليكم. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. استغفر الله، نعلك فوق راسي. يا رب يرضى عنك. الله يحفظك من كل سوء. الله يرضى عنك، اللهم آمين. وإنما كان ذلك كذلك يعني من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد رفع راية الإسلام. وفي القدر الذي يستأجر ببيئة، احنا قلنا بأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه كما قلنا يعني نصر الدين بالجهادين، جهاد السنان وجهاد اللسان، جهاد السنان وجهاد اللسان. نعم. وفي القدر قال: لا يجوز أن تأخذ أجرة سهم الراجل لأنه ليس من أهل الفرض. تعلمون وسيأتي أن التقسيم بيكون لراجل سهم وللفرس سهمان، فلا يبلغ سهم الراجل كالصبي والمرأة، يعني يرضخ له يعني يعطى له نصيبا، لكن ليس كنصيب الراجل الذي يقاتل. والثاني والمذهب أنه يجوز أن تبلغ به سهم الراجل لأنه عوض في الإجارة، فجاز أن يبلغ به سهم الراجل كالإجارة في سائر الإجارات. وهذا الذي اعتمدوه في المذهب في هذا الباب، لا سيما أنه تحت أيديهم وتحت رايتهم ويستخدمونه. إذا ثبت هذا فإنه لا يفتقر في الإجارة هنا إلى بيان المدة ولا العمل، لأن القتال لا ينحصر فعفي عن ذلك الموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال لم يستحق الكافر شيئا، وإن كان هناك قتال فإن قاتل الكافر استحق، وإن لم يقاتل فيه ففيه وجهان: أحدهما لا يستحق شيئا لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه، والثاني يستحق لأن الاستحقاق هنا بالحضور وقد حضر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن أكره الإمام الكفار على أن يقاتلوا معه فقاتلوا معه استحقوا أجرة المثل كما لو أكرهوا على سائر الأعمال. ويجوز للإمام أن يأذن للنساء بالخروج معه ولمن اشتد من الصبيان، لأن فيهم معونة، ولا يأذن للمجانين لأنه لا معونة لهم، لأنه يعرضهم للهلاك. تعلمون أنه لا يدري وهو ليس بمكلف، وأيضا هذا يفسد أكثر مما يصلح. ويتعهد الخيل ولا يأذن بإخراج الفرس الكبير ولا الصغير ولا الكثير ولا المهزول، لأنه لا فائدة بحضورهم. والاهتمام بالخيل هذا أمر كان يعود العرب لأنه معلوم، ولذلك العلماء كانوا يقولون يعني كيف تقولون الإبل عليها زكاة والخيل ليس عليها زكاة؟ قلنا الحكمة عظيمة وظاهرة بينة واضحة لمن أراد أن يتدبر. أما الخيل فقد أعدها الله عدة أخرى، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
فعدت للجهاد سامحك يا حبيبي، فعدت للجهاد، فكان لما لها ما لها من عدة الجهاد محمد سامحك. فالاهتمام بالخيل هنا كما قال علماؤنا والحكمة في ذلك يعني خلاص هذا رجل ضعيف، ضعيف العلم غير مفهوم. سوانا كما قلنا الخيل معقول في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. قال فرعون ويأخذ الإمام البيعة على الجيش، فهنا يأخذ البيعة الإمام، يأخذ البيعة على الجيش ألا يفروا. طبعا هناك من فهما غلطا وقال أنه ممكن يأخذ البيعة على الموت، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البيعة على الموت بحال، اللهم أمين، لا يأخذ البيعة على الموت بحال. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ البيعة على الموت بحال، أخذ البيعة على ألا يفر، أخذ البيعة على ألا يفر. حتى لما يعني ترامى إلى المسامع، فلما ترامى إلى المسامع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا قتل عثمان أو قتل عثمان، فبايعهم جميعا على ألا يفر أحد. لذلك عند المبايعة بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يدي وهذه يد عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أخذ البيع عليهم ألا يفروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ويوجه الطلائع اللي هي مقدمات الجيوش. طبعا تعرفون الجيوش يعني هم ليش يقولون محمد والخميس؟ لأنه مخمس، الجيش فيه مقدمة ومؤخرة، وفي قلب وفي ميمنة وفي ميسرة. ويوجه الطلائع ما يتجسس أخبار الكفار لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير، والحواري والناصر، وإنما سمي بذلك لأن حواري عيسى عليه السلام كانوا الحواريين هم الذين يقاتلون لدين الله جل وعلا. ويستحب أن يخرج يوم الخميس لأن أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيها يوم الخميس، ويعقد الرايات ويجعل تحت كل راية عريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم الفتح. ويدخل دار الحرب على هيئة الحرب، لأن النبي فعل ذلك أيضا لأنه أبلغ في الإرهاب، يعني الدرع والسلاح يكون متهيئا للحرب حتى يرعب الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسألة وإذا غزا الإمام قوما من الكفار نظرت، فإن كانوا لم تبلغهم الدعوة فبأن لم يعلموا أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى خلقه، وأظهر المعجزات الدالة على صدقه، وأنه يدعو إلى الإيمان بالله. قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا أعلم أن أحدا لم يبلغه هذا الأمر إلا أن يكون قوم وراء الترك لم يعلموا، فإن وجد قوم كذلك لم يجز قتالهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، لأنهم لا يلزمهم الإسلام قبل العلم ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن بالدية الكفار، أنه واجب عليه أن يعلم بالرسول ويعلم أيضا بالرسالة وجوبا هذا. وأنتم تعلمون قصة سمرقند المشهورة جدا في هذا الباب. مسألة وإذا غزا الإمام قوما من الكفار نظرت، فإن كانوا لم تبلغهم الدعوة بأن لم يعلموا أن الله بعث محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم إلى خلقه وأظهرت المعجزات، وأظهر المعجزات الدالة على صدقه أنه يدعى إلى الإيمان. قال ولا أعلم أن أحدا لم يبلغ هذا الأمر إلا أن يكون قوم وراء التركي لم يعلموا، فإن وجد قوم كذلك لم يجز قتالهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، لأنهم لا يلزمهم الإسلام قبل العلم ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك نعم ضمن بالدية والكفارة. قال أبو حنيفة لا دية فيه ولا كفارة، لأن الخلق عنده محجوجون بعقولهم نعم قبل بعث الرسول، وعندنا ليسوا محجوجين. شوفوا انظروا هنا، يعني يقول محجوجون بإيش؟ بعقولهم. والمعتزلة ماذا يقولون؟ شوف أبو حنيفة يقولون محجوجون بعقولهم، المعتزلة إيش يقولون؟ يقولون مساق الذر حجة،
يقولون وقد انساق بعض الأشاعرة إلى قولهم في هذا بأن مساق الذر حجة في قول الله، في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريتهم ذرياتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ودليلنا على أبي حنيفة قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولنا ذكر بلغ محقون الدم فكان مضمونا. إذا ثبت هذا وقال الشافعي: كان يهوديا أو نصرانيا ففيه ثلث دية المسلم على التأصيل العام في الدية، وإن كان مجوسيا ففي ثلث عشر دية المسلم، ولم يعرف دينه أو كان من عبد الأوثان ففي دية المجوسي. قال أبو إسحاق: إنما أوجب الشافعي في اليهودية والنصرانية ثلث دية المسلم إذا كان من أولاد من غير التوراة والإنجيل وبدلها، فأما إذا كان من أولاد من لم يغيرها ولم يبدلها في دية المسلم، لقول تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لهذا إذا لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، نعم، وأراد به من لم يغير ولم يبدل، والأول أصح قد مضى ذلك في الجينات. وإن كان الكفار ممن بلغتهم الدعوة فالمستحب للإمام ألا يقاتلهم حتى يدعوهم الإسلام، لأن النبي لما قال: أعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، لما مشى وتفل في عينه قال: أين علي؟ قال: يشتكي عينه. قال: ائتوني به. فتفل في عينه فرأى بها أفضل من العين الأخرى، وهو يمشي حتى ما استدار نداه النبي صلى الله عليه وسلم ما استدار، قال: أدعوهم إلى أن يكونوا أمثلنا؟ قال: نعم. فهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب: إذا نزلت بصحتهم فادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن قاتلهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غافلون، ولأن الدعوة قد بلغتهم إنما عاندوا. وإن قاتل الإمام فإن كانوا ممن لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كمن يعبد الأوثان والشمس والقمر والنجوم فإنه يقاتلهم إلى أن يسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وإن كانوا ممن لهم كتاب كاليهود والنصارى أو ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس قاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية، لقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم ولا باليوم الآخر. نعم. إذا هنا هذا الباب على الدعوة إلى الإسلام أولا قبل القتال، وكما قلنا سبرقند فتحوها قبل الدعوة فرفعوا الأمر بالقضاء كما قال عمر بن عبد العزيز، فرد الجيش كله ثم بعد ذلك دعاهم إلى الإسلام، ولذلك جميعا دخلوا في الإسلام. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.